أولا هناك نساء في مراكز القرار، والحمد لله أن يعني الأغلبية الساحقة للنساء في مراكز القرار هن أهل لهذه الثقة ولتحمل هذه المسؤولية، وبرهننا بأن يعني شيء عادي وطبيعي عندما تكون الشهادة العلمية والكفاءة وكذلك الحنكة في التدبير والتسيير، فلا يهم الجنس إن كان رجل أو امرأة، والنساء برهننا بأنهن قادرات على التدبير وعلى التسيير وعلى القيام بالمهام الكبرى التي تتعلق بها حقوق الناس وتتعلق بها كذلك مصائر المؤسسات. وبالتالي كيبان لي أنه اليوم لم يعد السؤال مطروحا هل تصلح أو لا تصلح، لكن السؤال اليوم كيف نغطي العجز الموجود اليوم في وجود النساء في مواقع القرار بنسب تقل بكثير عن وضع الرجال، وهذا ما يجب أن نشتغل عليه لتقليص هذه الفجوة وتحقيق المساواة بتوفير الشروط التي تدفع بالنساء لهذه المواقع. لا، هو أولا أنا ما عنديش هذا الخبر، هو معطيات ومعلومات نجدها على صفحات الجرائد أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا ما عنديش أنا هذه المعلومة من مصدر يعني رسمي وموثوق. لكن إذا حذفت ربما سيكون هناك بديل، يعني بديل لحل بعض المشاكل التي تقع عندما يكون هناك تدبير مؤسسات من لدن وزير ووزير منتدب وكاتب الدولة. ربما هذه التصنيفات قد تجد بديلا يكون أفضل، وإلا هناك اشتغال ما بين الوزراء وكتاب الدولة، يعني أعطاء أكله، وهناك تكامل وتعاون في العديد من القطاعات الحكومية. إذا حذفت غادي تحذف يمكن واش 11 كتاب الدولة اللي فيها النساء وفيها الرجال. طبعا لا أعتقد بأنه سنفقد بحذف كتابة الدولة حضور المرأة، لأن هذه المسألة لا يعني لا تحتمل أي تراجع بكل صراحة. لا يمكن أن نتراجع عن حضور محترم للمرأة داخل الحكومة. أن المرأة غير موجودة في الساحة السياسية ليس صحيحا. هناك نساء داخل الأحزاب مناضلات يشتغلن بمثابرة، هناك نساء داخل الأمانات العامة أو المكاتب السياسية، هناك نساء في المجالس الوطنية للأحزاب، هناك نساء في البرلمان اليوم حاضرات بقوة، فاعلات نشيطات، خلقنا دينامية داخل البرلمان بالتزامهن بحضورهن بإصرارهن على النجاح في عملهن البرلماني. وبالتالي إذا بغينا نتكلموا بالأرقام ربما سنجد أعداد مقلصة مقارنة مع الرجال، لكن على مستوى الفعل هناك حضور مهم للنساء في الساحة السياسية. هو السبق، أولا سبق الرجال إلى مجال السياسة، ثانيا مجال السياسة يحضر فيه بعد السلطة، والعقلية الذكورية تستبعد النساء من امتلاك السلطة، وبالتالي لم يكن هناك الترحاب الكافي بالنساء في مجال السياسة لأنه مقترن بالنفوذ وبالسلطة. وإلا فاليوم أصبح هناك قبول بشكل أكبر داخل هذه المؤسسات، والقضية ليست ثقافية، لأن المجتمع يقبل المرأة في مواقع القرار، وأحيانا يحبذ أن تكون المرأة في مواقع القرار ويصوت من أجل المرأة. يمكن التنظيمات السياسية هي التي يجب أن تبذل جهدا أكبر ويتخلى الرجال عن أنانيتهم على أساس أنهم هم الأصلح
وأن الذي سيجلب الأصوات هو الرجل، وإذا ما تم ترشيح امرأة فقد يخسر التنظيم السياسي ذلك المقعد. هذه الطروحات يجب أن تغيب من أجندة الأحزاب، وأن يكون المجال فسيحا رحبا بالمرأة في هذه المواقع. انتم عارفين أنه منذ 97 تحددت النسبة ديال 7%، لم تحترم بالشكل الكافي، لأن كانت قطعة تحترم وقطعة لا تحترم. فابتداء من 2012 بدينا كنفكروا كيفاش أن هذه النسبة تكون نسبة حقيقية ولا يمكن مخالفة أي قطع لاحترام هذه النسبة. لقينا بأنه من الصعب، هناك قطاعات تطلب تخصصات غالبا ما كتكونش عند الأشخاص في وضعية إعاقة، أنها كذلك مجالات أصلا في القانون ما يمكن لهاش تكون مجالات ديال الاشتغال للأشخاص في وضعية إعاقة، بحال حاملي السلاح مثلا وغيرها. إذن حتى مناصب الشغل في القطاعات الممكن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة هي مقلصة بالنسبة للآخرين، لكن كان لابد أن نجد حلا. فالتفكير ديالنا والدراسة ديالنا وصلتنا لأنه ننظموا امتحانات خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. هادشي خدمنا وقت في التفكير في التداول داخل الحكومة، وبعد ذلك في 2016 خرجنا المرسوم، مرسومين، مرسوم كنعاودوا فيه حساب النسبة، ومرسوم اللي هو ديال تنظيم مباريات اللي دخلنا فيه تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. فتمت المصادقة على هذه المراسيم، وبدأنا فعليا في تفعيل هذا المرسوم، وذلك بإحداث اللجنة الدائمة التي تشرف على تنظيم هذه المباريات. وبالفعل نظمنا هذه السنة نهاية سنة 2018 أول مباراة خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حول 50 منصب، اللي هي بقات من المناصب اللي عند القطاعات الحكومية في آخر السنة. ما تنساش أننا نظمنا المباراة في ديسمبر، فهذه محسوبة على قانون المالية ديال ديسمبر ديال عفوا ديال 2018. 2019 اتخذنا يعني اشتغلنا على مستويين للتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة بتنظيم مباريات خاصة اللي هي غتعطينا 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك حتى السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية احترام 7%، اللي غادي اليوم غادي تراقبوا اللجنة الدائمة التي أحدثت لهذا الشأن، وكذلك شرط السيد رئيس الحكومة الترخيص بتنظيم مباراة عندما يحدد القطاع المعني عدد مناصب اللي هي مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. إذن عندنا حزمة من التدابير لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة. أولا احترام القانون اللي كيتكلم على التعيين في الوظيفة العمومية من خلال مباراة، إذن كيدوز مباراة وهناك تباري وهناك ترتيب للأشخاص الفائزين، وطبعا كتكون خاصة، والعدد المناصب هي مناصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة مع ضمان حقهم اجتياز المباريات في الحق العام. إذن ها هما عندنا ثلاثة الإمكانيات، كاين الحق العام، كاين المباراة الخاصة، وكاين 7% بالمباراة كذلك. أولا حتى المباراة العامة ليس هناك أي إقصاء لأي شخص في وضعية إعاقة سواء كان مكفوف أو غير مكفوف، لكن هما الطرح ديالهم ديال أن الإعاقة ديال البصر هي تحتاج إلى ترتيبات تيسيرية أكثر من الآخرين، يعني ربما وقت أطول، مرافق، يعني أن نتفهم أن الشخص المكفوف درس بطريقة مختلفة عن باقي الأشخاص في وضعية إعاقة. نعم هذا صحيح،
أن ربما العنت الذي يلقاه الشخص في وضعية إعاقة بصرية ربما يكون أكثر من الآخر، كنقول ربما، لكن هذا هو الدفع كذلك الذي يدفع به الإخوة المكفوفين. وأنا كنعتقد بأنه في هذه المباراة الأولى اللي نظمنا كانت ترتيبة تيسيرية لصالح الأشخاص المكفوفين، واجتازوا الامتحان ونجحوا بنسبة مهمة جدا. وكنعتقد بأنه يعني اليوم لابد أن يعني أن نتخلص جميعا من صورة سابقة ديال أنه راه ما غاديش يمكن ينجحوا في المباريات، وكذلك القطاعات غتفهم ملي غادي تاخذ هاد الاشخاص الخمسين اليوم بانه هناك كفاءه بين الاشخاص في وضعيه اعاقه وبان يمكن ان تعول عليهم. فانا بالنسبه لي ما نقوم به الان هو اكثر من مناصب لصالح الاشخاص في وضعيه اعاقه. نحن بصدد ارساء ثقافه جديده تبني الثقه في الاشخاص في وضعيه اعاقه، يعني الاشخاص في وضعيه اعاقه كيتيقوا في الكفاءه ديالهم والقطاعات كتيق فيهم، وبالتالي غادي نزولوا ستيريوتيبات التي كانت موجوده والفلاشات اللي كانت على الشخص في وضعيه اعاقه. وهذه الثقه طبعا غادي تزيد من قبول القطاعات وتشجعهم على انهم يثقوا بان 7% اللي غادي يخصوها من المناصب المخوله لهم راه غتجيب لهم كفاءات اللي غادي تشتغل معاهم من اجل تحقيق اهداف المؤسسه. نعم، هو لازال مطروحا، خصوصا ان اليوم هناك اشتغال موسع في إطار سجل الاجتماعي الموحد، ولكن كذلك في إطار برامج خاصة منها الدعم الاجتماعي الذي نص عليه القانون الإطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية أطلقت دراسة في هذا الباب، ومخرجات هذه الدراسة ستساعدنا على صياغة القانون الذي سيضمن الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. لا، لما تكلمتش بهذا الطرح، أنا تكلمت على المصلحة الفضلى للأطفال، والتي تستدعي أن نحمل المسؤولية للآباء اللي هما من وراء ولادة هذا الطفل الذي قد لا يتمتع بحياة كباقي الأطفال بسبب أن أحد الآباء قد أنكر علاقته بهذا الطفل. الأم لا تنكر غالبا، يعني الأم تثبت أمومتها وعلاقتها بطفلها مهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذه الولادة خارج العلاقة الشرعية، لكن الرجل دائما يتملص وقد لا يلتفت لا للأم ولا للطفل. فأنا كنقول أن هناك مسؤولية يجب أن تثبت على الرجل الذي قام بما قام به ولا يريد أن يتحمل مسؤوليته إزاء الطفل على وجه الخصوص. لذلك اليوم نتوفر على وسائل علمية لإثبات هذه العلاقة، العلاقة الترابطية بينه وبين الطفل حتى يؤدي ما عليه من مسؤولية. أما إثبات النسب فهذا يفتي فيه المجلس العلمي الأعلى، لأن المسألة شرعية وفيها جوانب لا يمكن أن يتحدث فيها إلا ذوي العلم في هذا المجال. هو أولاً إحنا عندما نشتغل على النساء في وضعية صعبة لا نميز يعني بين هذه المرأة أو تلك، أن النساء كلهم اللي يعيشوا وضعية صعبة لا بد أن نقدم لهم يد العون لفائدة أبنائهم على وجه الخصوص، لأن المصلحة الفضلى للطفل هي البوصلة، هي الهدف، هي الغاية، هي التي يجب أن نبلغها باش ما نضيعوش. لأن كيضيع الطفل كيولي عالة على المجتمع، بعد كيولي مهدد للمجتمع، فإحنا يجب أن نستبق كل ما يمكن أن يقع بالوقاية. لكن عندما تقع الواقعة ذاك الساعات
لابد أن تستبق بمقاربة وقائية من الدرجة الثانية، لأن الذي وقع وقع، فذلك ساعات لابد أن نحتضن هذا الطفل، ولابد أن تقدم جميع المساعدات والإعانات لهذا الطفل عبر المرأة طبعا، لأن الطفل كتبقى ما عندوش الأهلية إلى أن يبلغها، فليس هناك أي فرق بين النساء اللواتي يتواجدن في وضعية صعبة. هو المجال ديال حماية الأطفال مجال دقيق جدا، والجرائم فيه لأنها تقع خفية يصعب أن تؤخذ جميع الاحتياطات حتى لا يقع المحظور، ولكن كاين كيفاش يعني الحماية القبلية اللي هوايا كتوفر شروط ديال الحياة الهنيئة اللي فيها شروط ديال الحماية ديال الأطفال باش ما يسقطوش بين مخالب المجرمين، الاحتياطات اللازمة داخل البيت، داخل الشارع، داخل المدرسة، في كل مكان يتواجد فيه الطفل. هذه الاحتياطات خصها دائما ديرها، وهذه كنقتسموا فيها المسؤولية كل شيء. ثانيا إذا وقع شيء ويجب أن يكون شادا في أي مجتمع، فما بالك في مجتمع مسلم، فما بالك في مجتمع مواطن، فما بالك في مجتمع اللي هو عنده يعني العلاقات الإنسانية حميمية. فالمجتمع المغربي طبعا قام بأدوار مهمة جدا في حماية الأطفال وفي الدفاع عنهم وفي التبليغ كذلك على بعض الحالات. لذلك احنا هذه مسألة التبليغ وضعنا لها واحد المنظومة اللي هي أجهزة ترابية اللي غادي يكونوا منخرطين فيها أيضا القطاعات الحكومية والمجتمع المدني هما لي غولي ديال هذه الأجهزة الترابية، وهي ضمن المقاربة ديالنا ديال السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال. فيها عدة أهداف، أهم هدف لتحقيق هذه الحماية الترابية من العنف الذي يطال الطفل سواء استغلال جنسي أو غيره هو هذه الأجهزة الترابية اللي هي كيقدر يلجأ لها الطفل مثلا باش يبلغ أن وقع له تحرش أو هناك شيئا ما يهدد أو وقع له شيء، فهاد المنظومة هذه غادي تساعد. وكذلك المجتمع المدني اللي الدولة معاه كدعمه باش أنه يقوم بالعمل ديالو ديال القرب، وأيضا المؤسسات ديال الرعاية اللي هي أيضا الدولة كدعمها باش تقوم تاهي بالدور ديال الحمائي وهكذا. ومشينا واحد الجانب آخر اللي هو التربية الوالدية في مجال الأسرة والإرشاد الأسري باش الآباء يحافظوا على الأبناء ديالهم داخل الأسر، وكذلك يقوموا بكل ما يجب أن يقومون به حماية الأطفال. هناك تنويع على المستوى الإقليمي في الدول العربية وعلى المستوى الدولي وفي المغرب من طبيعة الحال. الآن هل أثر؟ هو يالله دخل حيز التنفيذ منذ شهر يعني سبتمبر، وما نقدروش اليوم نقيموا الأثر ديالو، لكن نقولوا بأنه تم إصدار أحكام بموجب هذا القانون، وكانت أحكام يعني مختلفة عن باقي الأحكام التي تصدر في حق الرجال المعنفين للنساء، وهذا سيكون رادعا لآخرين اللي هما يا مؤهلين أن يقوموا بهذه الأعمال. فهذا القانون له دور زجري نعم، لكنه حمائي ووقائي، وله دور مهم جدا على المستوى البيداغوجي. يعني كتعرف كاين واحد القانون اللي هو كيعاقب على المسألة، والمرأة أيضا كتعرف بأن هذا القانون كيضمن لها التكفل إذا ما وقع العنف. فهاد التكامل في الخدمات وكذلك في بموجب المقتضيات ديال هذا القانون كنظن بأنها تؤمن للمرأة طمأنينة أكبر كحق أي مواطن أنه يعيش في بلاده ويمر في الفضاءات العمومية بأمان.
وهذا القانون هو كينتمي لحزمة القوانين اللي هي تضمن الحقوق وتؤسس وتكرس هذه المبادئ، يعني مبدأ العيش جميعا بطمأنينة دون أن تكون مغالبة من جهة أو يكون لجنس فضل أو غلبة أو امتياز على الآخر. فهذا هو اللي يعني اللي كنبغيو نبنيوه عند المواطنين، وكنظن بانه هو كيتبنى بشويه بشويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.